معاك. هو اكزام 2 ده كان بيج 50 في كتاب النوت بوكس الصغير، بيج مش عارف، مش عارف بيج كام بصراحه، البيج بتاعه exam ولا governing؟ جفرنريت اللي هو كايرو جفرنريت 2. مكتوب كده 2 كايرو جفرنريت. أنا عندي في صفحة 36، ماشي. لا انا هي بتكلم على مسألة الوقت بتبقى كده 2020. 2022، مش مشكله انا كده كده هكتب المساله. طيب هو بص يا جماعه ايه سنة 45؟ 45، طيب في الجديد 45 بيجي 45. طيب بص يا شباب، زي ما اتفقنا لما اجي احل احل في التشوز بعمل ايه؟ انا احل مثلا كويشن 1، كويشن 1 وسط الصفحه، كويشن نمبر 1 اهو، بسيب مكان للقطر واحل تحتيه. هو بيقول لي اول مساله ايه؟ انا كده كده هكتب المساله عشان اللي مش معاه كتاب. طيب بص يا جماعه، احنا اتفقنا طالما البراكت ده عليه بار 2 والبراكت ده عليه بار 2، انا ممكن احطهم في براكت واحد ويبقى كله اول تو ذا بار 2. يعني ازاي؟ ممكن افتح براكت كبير كده واكتب عليه بار 2 كده، ونحط الاثنين دول دول روت 5 بلس روت 3 وروت 5 ماينس روت 3. يعني ممكن انا المهم في براكت واحد هما الاثنين وكله اول تو ذا بار 2 بس. طب هنبتدي نشتغل دي ازاي؟ بعمل روت 5 تايمز روت 5، 5 بوزيتيف تايمز نيجاتيف نيجاتيف روت 3 تايمز روت 3 ب 3، كل ده طبعا هيبقى اول تو ذا باور ايه؟ 2. طيب 5 ماينس 3 هتديني 2. طب ولسه في باور 2 برضه، طب ما هي 2 باور 2 تبقى كام؟ 4. يبقى طلعت الانسر نمبر 1 اللي هي كان ايه؟ الاوبشن نمبر سي اللي هو فوق، طالع فوق كده اهو، اوبشن سي اللي هو فوق. في حد مش فاهمها؟ هقولها تاني، هقولها تاني. انا لقيت البراكتين Can عليهم we باور see the choices؟ انا لقيت يبقى السؤال ايه اصلا ده باور 2 وده باور 2 ومفيش بينهم بلس ولا ماينس ولا حاجه، فانا من حقي ان انا اعملهم تايمز بعض جوه البراكت، وبدل ما ده عليه باور 2 وده عليه باور 2 نخلي باور 2 واحده بره بس. في الأسئلة دي ما نقدر نقوم عاملين بالكالكوليتر؟ ممكن اقوم ضربه على الكالكوليتر كله هيطلع فوق، مش غلط، بس انا بحله كده ليه؟ اذ ربما يجي لنا في اي سي كويشن بيحتاج مني الستبس، تمام، لكن انا لو ضربت كله على الكالكوليتر هيطلع فوق، مش غلط. تعالى على نمبر 2، نمبر 2 دي لسه ما خدناهاش، اللي هي اللور ليميت والابر ليميت، ده لسه في درس ما خدناهوش. احنا زي ما اتفقنا بنحل اللي احنا خدناه بس. السؤال اللي بعديه اللي هو نمبر 3 بيقول لي يا جماعه، هسيب مكان اهو بعد الانسر. جايب لي 5 بيلونجز، بص بقى كده 5 بيلونجز. وجايب لي 4 اوبشنز، اول حاجه بيقول لي 55. الاوبشن الثاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي 1 اند 5 بس ال 5 اوبن. الاوبشن الثالث بيقول لي نيجاتيف انفينيتي اند 4 دي اوبن دي اوبن دي كلوزد سوري. الاوبشن الرابع بيقول لي نيجاتيف 1 اند انفينيتي. طبعا لو انا لاحظت حاجه يا جماعه، هو بيقول لي 5 بيلونجز لمين في دول؟ طب دلوقتي دي 55، يبقى ال 5 مش تبعها طبعا، ال 5 هتبقى بيلونجز في 55 ازاي؟ دي 5 ودي 55، يبقى دي غلط. طيب تعالى على الانترفال دي، دي 1 و5، ال 1 اوبند وال 5 اوبند، برضه لا، لان ال 5 كده مش معانا. طيب هنا من نيجاتيف انفينيتي ل 4، يعني كل النمبرز من نيجاتيف انفينيتي ل 4، طب احنا كده ما وصلناش ل 5، يبقى دي برضه غلط. لكن تعالى على دي، دي هتبقى صح. ليه؟ لان انا بقول all numbers from negative 1 to infinity، يعني اهو من negative 1 لحد infinity، يعني كل النمبرز دي. طب ما اكيد هعدي على ال 5 هنا، يعني 5 هتبقى موجوده هنا وانا معدي 0 1 2 3 4، هعدي على ال 5، يبقى هي اخر واحده دي هي اللي صح. يبقى ايه؟ ال 5 belongs to ايه؟ to the interval negative 1 and infinity اللي هو اوبشن نمبر دي، نيجاتيف 1 اند انفينيتي. سهلة يا جماعة ولا صعبة؟ ما فيهاش حاجة. صح صح طيب تعالى نشوف اللي بعديها، ده مود، المود لسه ما خدناهوش لسه. بس خدناه قبل كده. ماشي طيب ممكن نقول هو المود ايه؟ بص يا جماعة المود ايه نظامه؟ المود أكتر رقم بيتكرر.
طب انا ملاحظ حاجه، هو جايب لي ايه؟ جايب لي 4 11 8 2x، وبيقول لي المود از 8 2x، المود از 8. طب ما المود اكتر رقم بيتكرر، اكتر نمبر بيتكرر، فكون ان هو يقول لي، بيقول لي المود ايكوال 8، هو بيقول لي كده المود ايكوال 8. طب ما انا هفهم من كده، يعني هفهم من كده ان اكيد ال 2x دي بقى كان مكانها 8. ما هي لو مكانها 8 هيبقى كده ال 8 اتكررت مرتين، يبقى كده الكلام مظبوط، يبقى اكيد ال 2x دي كان مكانها 8، كان مكانها 8. طب لما ال 2x كان مكانها 8 تبقى ال x بكام يا جماعه؟ انا ممكن اعملها زي كده، فور بفور لان معروف اصلا دي كانها 2 تايمز x، يعني كانه بيسالني 2 تايمز كام يدينا 8؟ 2 تايمز 4. وفي ناس يقول انا عاملها ايكويشن، او 2 اكس ايكوال 8، خلاص ودي الكوب ديفايدد عادي، يبقى اكس ايكوال 8 ديفايدد 2 يعني 4 بس. طيب دي ليها نمبر كام؟ اوبشن طلعت اوبشن بي، اقوم طالع فوق كاتب بي وهنا فوق بس. تمام يا جماعه؟ لو جينا مثلا طيب لو جينا خدنا اللي بعديها 3 3 ده فوليوم. انا قلت لكم يا جماعه قبل كده الفوليوم ده انا ممكن من خلاله اجيب كذا حاجه، ادي الكيوب اهو، الكيوب بتاعنا الكيوب بيتكون من كام يا جماعه؟ 6 فيسز، فيس ورا وفيس قدام وكده، فيس في الجنب هنا وفيس فوق وفيس تحت، اللي هو لو ده عباره عن اوضه مثلا احنا قاعدين فيها هيبقى الاربع حيطان والسقف والارضيه. طيب خد بالك، لما انا اجي اجيب انا الفوليوم، لو انا عايز اجيب الفوليوم بمسك السايد اعمله ايه؟ تايمز نفسه ثلاث مرات، سايد تايمز سايد تايمز سايد، ده انا عايز اجيب انا الفوليوم. لكن لو هو مديني الفوليوم وعايز يجيب السايد، يعني لو انا عايز اجيب السايد اعمل ايه؟ اعمل كيو للفوليوم. برافو. طب السايد لما اجيبه بينفعني في حاجه، ان انا لو عايز اجيب اريا اوف وان فيس، اريا اوف وان فيس، طب لو عايز اجيب بريمتر اوف وان فيس سهل، يعني لو عايز اجيب بريمتر اوف وان فيس فدي سهله، بريمتر بريمتر اوف وان فيس. فانا ممكن يسالني في الحاجات دي كلها، ولو عايز اجيب اريا اوف وان فيس ولو عايز اجيب لاترال اريا، لاترال اريا عن الحيطان، ولو عايز اجيب توتال اريا عن الحيطان والسقف والارضيه مع بعض 6 فيز. بص يا جماعه، لو انا عايز اجيب البريمتر اوف وان فيس، هو وان فيس على شكل ايه؟ على شكل سكوير اهو، الفيس الواحد على شكل سكوير، واحنا اتفقنا ده سايد وده سايد وده سايد وده سايد، احنا بنعملهم كلهم بلس بعض، بنعملهم كلهم بلس بعض. او ممكن واحد يقول ايه؟ طالما انا عامل اس اس بلس اس بلس اس، طب ما نقول سايد تايمز 4 وخلاص، ده البريمتر. طب لو عايز اجيب ال اقول بس على البي جي دي هنا رولز عشان نبقى عارفينها واحنا بنذاكر، عشان اصورها برضه ابعتها للكلاس تاني. ده كيو. طيب ده طبعا اسمه اس، السايد اسمه اس او اسمه اكس، اي حاجه اس كده يعني اس. طيب لو انا عايز اجيب بريمتر اوف وان فيس، اس السايد عامله تايمز 4. طب لو عايز اجيب اريا اوف وان فيس، بنعمل السايد تايمز نفسه صح، لان الاريا بتاع السكوير سايد تايمز اتسيل. طب لو انا عايز اجيب دي اس يا جماعه مش 5 ها اس. طيب لو عايز اجيب التوتال اريا بقى، التوتال اريا ممكن اجيب اريا اوف وان فيس، اريا اوف وان فيس ملتبلاي 4، برافو عليك، واعملها ملتبلاي 4 عشان هم اصلا 4 فيسز الاربع حيطات. طب لو عايز اجيب التوتال اريا اعمل كيب اريا اوف وان فيس، برافو، وان فيس، واعملها ملتبلايد 6 بس. تمام، هصور بس الرولز دي عشان ايه؟ سؤال الفوليوم ده هيقابلنا في كل امتحان تقريبا.
تقريبا طول حياتنا كل امتحان، وفي ثالثه اعدادي برضو بيقابلنا بيحبوا يجيبوا السؤال ده كتير جدا يعني. بس كده معانا بقى الورقه دي كده والدوكيومنت دي كده ايه نبقى عارفينها. دي واحده لسه بعتها برضو للكلاس تاني. هو انتوا تو ماشي ماشي عشان برضه هم يبقوا عارفين. تمام يا جماعه. طب انت طالب مني ايه بقى دلوقتي؟ هو في المساله بتاعتي مديني الفوليوم، اصلا مديني الفوليوم بيقول لي هو من الاخر يا جماعه لازم اجيب السايد. لو جبت السايد او الايدج، ما هو السايد خد بالك اسمه ايدج برضه، هو مديني الفوليوم ب 27. خلاص يبقى انا اجيب لك كيلو فلويد بال 27 هيطلع كام؟ 3 سنتيمتر بس. يعني السايد ده 3 وده 3 وده كده كله 3. طيب لا انا عايز اجيب البريمتر بتاع 1 فيس، كل بقى دول 3 3 3 3 3. في ناس بيجيب البريمتر ازاي يا جماعه؟ بيعملهم كلهم بلس بعض، وفي ناس ياخد واحده منهم يعملها تايمز 4 طالما هم مكررين. 3 تايمز 4 هيبقى 12، بس 12 سنتيمتر بس. ودي تبقى الاوبشن بتاعي او الانسر بتاعتي اللي هي 12 سنتيمتر، اللي هو ايه؟ كان اوبشن نمبر ايه. طب نفرض بقى في مساله ثانيه، هو طالب مني البريمتر بصراحه فاحنا جاوبناها كده، بس انا بقول الحاجات اللي جنبها ليه؟ اظن ربما تقابلنا في امتحان ثاني انا بنعمل ريفيجن. طب الاريا اوف وان فيس هجيبها ازاي؟ اقوم عامل 3 تايم 3 السايد تعمله تايمز هيطلع 9 سنتيمتر سكوير. طب عايز اجيب مثلا اللاترال اري، خلاص نعمل ال 9 اللي هي الاريا اوف وان فيس اللي انا جبتها تايمز 4 هتطلع 36 سنتيمتر سكوير. طب نفرض انه طلب التوتال اريا، اشوف الاريا اوف وان فيس كام مش 9 او ما اعملها تايم 6 هتطلع 54. بس هي دي كل الطلبات اللي ممكن يطلبها مني في المستر، هو طالب البريمتر بس. يبقى 12 سنتيمتر بس. ماشي يا جماعه، يبقى احنا كده عرفنا كل حاجه عن الكيو. طب المسألة اللي بعديها معلش احنا اتفقنا على كلاس 2 ايه يا جماعة صح؟ ولا 2 دي؟ احنا 2 ايه صح؟ 2 ايه؟ لا انتوا كلاس ايه؟ 2 بي ولا 2 ايه؟ 2 ايه؟ ايه؟ تعالوا نبص على المسألة اللي بعدها يا جماعة. ساتسفايز دي لسه ما خدناش، ده درس لسه ما خدناش. تمام، احنا اتفقنا بقى ده امتحان جنرال على المنهج كله. بس في حاجات طبعا لسه ما خدناش. بس انتوا لو لاحظتوا هتلاقينا مخلصين معظم الحاجات اللي في الامتحان الحمد لله يعني قربنا المنهج يخلص خالص. تعالى بقى دلوقتي اللي بعديها ذا فوليوم اوف سفير، دي لسه ما خدناهاش برضو. ده كويشن نمبر 2. وبعدين جايب لي حاجه من سنه سته يا جماعه، ادي كويشن برضه انا هاجي اجاوب كويشن 2 او كويشن 2 في نص السطر كده اكتب كويشن 2. اول سؤال احنا ما خدناهوش بصراحه، هناخد نمبر 2. اسيب مكان للانسر كده يا جماعه. بصوا يبقى انا في الامتحان طول عمري في الماس اجاوب كده، اكتب رقم السؤال في نص الصفحه. طول عمرنا مش السنه دي بس يا جماعه، حتى في ثانويه عامه، عشان ثانويه عامه بيبقى الورق بتاع الطالب تلاقيه مش منظم كده، مش كل الطلبه طبعا، بس بتلاقي الطالب بيجاوب بس اجابته مش منظمه. فممكن حاجه غصب عن المصاحب ما يشوفهاش لان الاجابه مش منظمه، واللي كاتب خط صغير واللي ملزق الخط في بعضه. ما المصحح ده برضه يا جماعه بني ادم يعني، ممكن ما يكونش كلمه ما يشوفهاش فيعملها غلط وهي صح غصب عنه مش شايفها، ملزق لي الخط. يعني عايزك تراعي اللي بيصحح قدامك، تراعيه ازاي؟ اعمل له خط واضح، نظم له الورقه. في ناس يقول لك اصل شخبط، مش مشكله الشخبطه، المهم التنظيم. التنظيم يعني ايه؟ يعني انا نمبر 2 وحطيت له خط كده وابتدي احل. انت لما تنظم اولا يعني ثواب بتريحه، لانه هو طبعا بيبقى بيصحح ورق كتير جدا. ثانيا برضو لا يقف حاجه غصب عنه ما يشوفهاش، يعني هو مش هيتعمد يدلك غلط، بس هو ممكن غصب عنه كانسان ما شافهاش فيدالك غلط.
فليه بقى؟ طيب تعالى انا كده في نمبر 2 هسيب مكان للحاسب. هو جايب لي المساله وحل تحتها براحتي، ما تقوليش احل في ورقه خارجيه. والنبي يا جماعه بلاش موضوع الورقه الخارجيه ده، واللي يقول للمراقب هات لي ورقه حل فيها، ما تحل قدامه في الورق. طب نفرض الامتحان جالنا طابل شيت، يعني الامتحان في نفس الورق، نحل في الجناب، في حتت فاضيه في الجناب نحل فيها. المهم ما تخليش اجابتك تطلع بره الورق، لا تكتب على الديسك ولا ورقه خارجيه ولا العمايل، اكتب كده قدام المصحف كده. دي احنا كنا بنحلها ازاي يا جماعه؟ كان لما يبقى دي من اولى اعدادي، سؤال من اولى اعدادي، طب ايه ده بس احنا في ثانيه اعدادي يا مستر. اه ما الماث اكوميوليتف، يعني انا لسه كنت النهارده بحل مع ثالثه اعدادي، لقينا اسئله جايه لنا من اولى اعدادي، اسئله جايه من سته ابتدائي، اسئله جايه عادي. تمام؟ فهو ممكن في الكومبليت والتشوز يا جماعه تلاقيه جايب لي اسئله قديمه خدناها قبل كده في السنين اللي فاتت. لكن الاسئله الاسي غالبا ما بيجيش فيها اسئله جديده قديمه، قصدي بتبقى الاسئله اللي كانت عندك انت في منهجك تاني عادي. طيب يعني ده يعتبر سؤال على فكره من الاولى عادي. بيقول لي ايكوال 6 اكس بار 2 بلس كام؟ انا هعمل كده بالظبط في المحل، اكتب مسالتي تاني واحل براحتي وابقى اطلع اكتب له الانسر. انا كده بنظم له الورقه ومريحه وزي الفل. طب كنا بنعمل ايه يا جماعه؟ كنا بنعمل ال 2 اكس تايمز ده. اهو يعني 2 اكس بيخش تايمز ده وتايمز ده. 2 اكس تايمز هعملها لكم ستيب باي ستيب، 2 اكس تايمز 3 اكس. وال 2 اكس هيخش تايمز الفاينل. يرجع ال 2 اكس يخلص النيجاتيف 3 يدخل مره تايم 3 اكس ويدخل مره تايمز الفاينل. بس. طيب 2 اكس تايمز 3 اكس دي تايمز الكبيره دي تايمز يا جماعه والمنويه دي اكس. 2 تايم 3 6 اكس تايمز اكس اكس بار 2 ماشي خلاص. طب دي 2 تايمز 5 10 اكس. هو الاكس مالهاش حاجه تعمل تايمز فيها. بس مش هينفع طبعا اسيبها كده، يعني نكتب 6 اكس بار 2 10 اكس ينفع؟ في فاصل نحط فاصل. انا حتى لما اكتب للكالكوليتر يا جماعه 2 تايمز 5 بتقول لي 10. هي الكالكوليتر بتقول 10 بس انا لما اجي انا اكتبها بكتبها بص في 10. نيجاتيف 3 تايمز 3 بنيجاتيف 9 اكس. نيجاتيف 3 تايمز 5 بنيجاتيف 15. بدل ما نكتبها في الاخر بعيده كده، ما تجيبها بقى جنب زمايلها يعني قربها كده. وفي ناس بيوفر الستيب الاولى دي وبيعملها يعني على طول، يعمل 2 اكس تايمز 3 اكس ويحط الانسر على طول. اوكي طب نجمع اللايك تيرمز. اللايك تيرمز يعني ايه؟ 6 اكس بار 2 نزله زي ما هو، نجمع دول لايك اهو 2 اكس زي بعض. 10 ماينس 9 يدينا 1. طبعا الكالكوليتر هتقول لي 1، انا اكتب انا بوزيتيف 1 اكس وبعدين ماينس 15 ينزل زي ما هو. فطلعت ال 1 ممكن ما تكتبش في الفاينل انسر، ممكن ما تكتبش ال 1 جنب الاكس. طب كده طلعت الانسر كده، هو جايب لي اصلا 6 اكس بار 2. يبقى ايه اللي فاضل يا جماعه؟ بوزيتيف اكس ماينس 15. اه يعني فاضل اكس ماينس 15، هي دي الانسر. اطلع كده انا بقى، يبقى انا كده بقى المصح ليا ورقه النص. نمبر 2 الانسر في كويشن 2، نمبر 2 الانسر اهي والستبس بتاعتي كده. مسالتك فول مارك على طول، مفيش فيها اي هوا، يعني ما تنقصش فيها فين 2 درجه. تمام؟ لو جينا بصينا على المساله اللي بعديها، انترفال برضه كويشن 2 او كاتب نمبر 3. تمام؟ هو طبعا مديهالي يا جماعه، مديني المساله كده بس انا هراجع على الحاجات اللي حواليها. يعني هو مديهالي كده، هسيب مكان للانسر اهو، مديهالي بيقول لي 3 و4 ماينس. هشرح بس المساله بتاعتنا الاول وبعدين ناخد ايه الحاجات الشبيهه بيها كمراجعه. يعني انا لو والله العظيم مش بحل المساله بس، لا انا بحل الحاجات المرتبطه بيها عشان يبقى ايه كريفيجن شامله كل حاجه يعني. طيب انت دلوقتي بتقول لي من 3 ل 4، شلنا منهم ال 3 وال 5. احنا لو شلنا ال 3 هتبقى اوبن من عند ال 3. طب هنشيل ال 5 ازاي؟ هي اصلا ما عندهاش 5، هي اساسا ما عندهاش 5 عشان شلنا. فخلاص يبقى ال 4 دي هتفضل زي ما هي وكلوز، لان انا اصلا ما عنديش 5 عشان شلنا. ساعات بقى هو بيقوم جايب لي كده كمراجعه، يعني يقول لي مثلا طب لو 3 و5 وشلنا منها 3 بس،
خلاص بقت اوبن من عند الفري بس. ساعات بيجيب لي الاول دي اجابتنا هتبقى ايه 3 و4، اطلع اكتبها فوق تبقى 3 و4 بس. بس اهو، ما اصل انا بشيل ال 3 فبقت اوبن من عند 3. طب هو بيقول لي شيل ال 5، هو انا اصلا عندي 5 عشان اشيلها؟ ما عنديش هو لا 5. بس يعني مش هنكتبها له بره او نقول له اه فاي ما ما هي دي ينفعش. المكسب، اطلع ممكن اكتبها له بقى فوق على ليه؟ لا يعني قصدي نقول ماينس يعني كوس في جواه 5 ما ينفعش يعني. لا، بس دي معناه ايه؟ خلاص زي ما هو. اه لا دي معناه ايه؟ مثلا انا نفهمها، لا هنا 3 و4 انترفال، انا شلت منها عندنا كلاس في الطلبه اللي من 3 لحد 4، يعني مش ال 3 بس، ال 3 وال 3.5 وال 3.2 وال 3 لحد 4، كل دول موجودين. انا بقول لك خرجي لي من الكلاس ده الطالب 3 والطالب 5، فالطالب 3 ما عادش معانا، يبقى الكلاس بقى اوبن من عند 3. بس انا بقول لك خرجي لي الطالب 5، هو انت اصلا عندك طالب اسمه 5؟ مفيش، احنا اخرنا لحد 4، فاهمين يا جماعه؟ وما عندناش اصلا 5، هو عندنا عشان يشيله. فخلاص يبقى انا اجابتي من 3 لحد 4 بس. معايا يا جنى؟ طيب بس قصدي مش هنحطها بره 5 عشان ما لا ينفعش لا، عن الخمسه فيها كده حاجة. مش معانا، مش معانا خالص. تمام هو بيقول لي شيل لي الفايف، طب وانا ما عنديش فايف اصلا، فانا كده يبقى الانسر بتاعتي ايه؟ الطلبه اللي من 3 لحد 4، بس ال 3 هنعمله اوبن دي ليه؟ لان احنا خرجناه بره، خرجناه بره. طب لو كان جابها لي بقى يونيون، ساعات يجيب لي يا جماعه يونيون كده، هناخد جميع الاشكال يعني. لو جه قال لي مثلا 3 و5 يونيون 3، طب ولو قال لي 3 و5 انترسكشن 3، ولو قال لي مثلا 3 و5 انترسكشن 3 كده، يعني جميع الاشكال. لو قال لي يونيون، خد بالكم الطالب ده كان بره الفصل، انا هضمه للفصل، ما يونيون يعني هات الطلب ده من بره دخله جوه الفصل، فكده بقى 3 معانا جوه الفصل، فبقت كلوزد من عند 3، وال 5 هسيبها اوبن في الفصل. طب هنا انترسكشن يعني ايه؟ يعني ايه الطالب المقرر هنا وهنا؟ مفيش، لان دول عندهم الطالب 3 ودول ما عندهمش الطالب 3، يبقى 3 مش متواجد هنا وهنا في نفس الوقت، مش كومن. يبقى كده في الحاله دي يا جماعه اقول له ايه؟ اقول له فار. ما هو الانترسكشن يعني اللي بيتكرر ما بين الاثنين. طب تعالى كده، لو ده انترسكشن 3، اه مين المقرر هنا وهنا؟ ال 3. بس يعني ده كريفيجن على كل الاشكال بتاعتك. طيب لو جينا بصينا اللي بعديها، خدناها برضو. اه سنة ده اه بيقول لي ايه؟ لا ما خدناش بتاع السلوب بقى، بس السلوب ده مش هناخده ايه؟ السلوب، لا قصدي اللي بعدها اه اللي مين. بعدها اللي هو المين. اه هجيب برضه، هو بيقول لي المين بس انا هراجع على الباقي. تمام، يعني هو بيقول لي ايه في نمبر 5؟ بيقول لي يا جماعه، بيقول لي ذا مين اوف ذا فالي. هجيب انا كل الاشكال عشان النهارده في ثالثه اعدادي كان بيسالوا في الريج، هو جايب لي عشان مكان الانسر، جايب لي فاليوز مين يا جماعه؟ جايب لي 7 و11 و21 و10 و6. بيقول لي هات لي المين. المين يا جماعه بيبقى ايكوال سم 16 اوفر مش نمبر. 6 لا المين سم اوفر نمبر. ايه 16؟ اه 16 معلش. المين بيبقى ايكوال سم اوفر نمبر. يعني ايه سم اوفر نمبر؟ يعني اعملهم كلهم بلس بعض وبعدين اوفر عدد. 7 بلس 11 بلس 21 بلس 10 بلس 16 اوفر، هم كام واحد؟ 1 2 3 4 5 اوفر 5. وهو حاسب كل ده على الكالكوليتور هيطلع كام؟ هيطلع 11.
يبقى الانسر بتاعتي ايه ده؟ 13 قصدي معلش يا ناس من حسبتها في المجلس. طيب ده المين. طب لو كان طلب الميديان بقى وطالب المين كده المساله خلصت. بس انا بقول ايه بقى لو طلب مني الميديان. الميديان يا جماعه هو الميدل فاليو. بس نرتب الاول نرتبهم ازاي اهو. يعني نكتب ال 6 ال 7 الاول وبعدين ال 10 وبعدين ال 11 وبعدين ال 16 وبعدين ال 20 ونبتدي نشيل ده مع ده ده مع ده. يتفضل ايه 11 يبقى هو ده الميديان ايكوال 11. طيب لو كان طلع بقى بعد ما شطبت كده طلع تو فاليوز في النص. يعني ساعات في بعض المسائل كده اهو تكون جايه كده مثلا 3 5 8 9 2 مثلا 10 مثلا 11 14 مثلا. هشطب ده مع ده وده مع ده. لو شطبت ده مع ده المساله راحت. فهتفضل تطلع تو نمبرز في النص. عايز اجيب الميديان او عامل 8 بلس 10 ديفايد 2 على الي 9. طيب لو مثلا عايز اجيب ايه بقى المود. المود يا جماعه هو يقولوا عليه ايه ذا موست ريبيتد فاليو. يعني ايه ذا موست ريبيتد فاليو؟ يعني افرض انا قلت كده مثلا 3 و5 و2 و8 و3 و9 و3 وده ممكن انا اقول دي 8 كمان. واحد يقول لك طب ما ال 8 يا مستر بيتكرر وال 3 بيتكرر. لا ناخد الاكتر. مين الاكتر؟ ال 3 هي اللي اتكررت اكتر. 3 اتكررت 3 مرات ولكن ال 8 اتكررت مرتين. يبقى هو قايل له بقى المود 3. طب في حاجه كمان يا جماعه، في حاجه اخيره اسمها الرينج. الرينج ده بيبقى greatest value أو greatest number minus smallest number. ده ساعات بيسألنا عليه برضه، كان بيسأله النهارده عليه في ثالثة إعدادي. جاب لهم مسألة عليه. يعني أكبر واحد فيهم مين؟ يعني معنى كده مثلا إن إحنا أكبر واحد كان 60 معهد الألجبرا ماشي. أنا مثلا ممكن أجيب لي الفاليوز دول تاني 7 21 و260. اكبر واحد مصر. اكبر واحد فيهم مين؟ كان 21. اصغر واحد كان مين؟ كان 7. بس تطلع الانسر فوق. ده اسمه يا جماعه الرينج. لو سالني مين هو الرينج؟ خد اكبر نمبر من اصغر. يبقى احنا كده قلنا المساله المطلوبه اهي واللي تحتها دي تعتبر يا جماعه خدوها زي ايه؟ زي نوتس كده عشان ما حدش يفتكرها تبع المساله يعني. خدوها زي نوتس اوكي؟ يعني انا زي ما قلت لكم مش بقول المساله نفسها. المساله نفسها وكل ايه بقى الحاجات اللي ممكن تيجي حواليها ممكن تيجي زيها يعني. عشان لما تقابلنا في امتحان تاني بعد كده خلاص يبقى احنا عارفينها ان شاء الله. طيب هي الصوره برضو اللي بتقابلني مثلا يعني تكون نوتس كويسه سواء في الكلاس عندكم او الكلاس تاني ببعتها للكلاس التاني. يعني مثلا انا بحل مع كلاس تاني مساله وفكره عجبتني او رولز او حاجه مهمه بقوم باعتها لكم. لما تلاقوني بعت لكم حاجه كده ما تستغربوش. بتبقى مثلا نوتس مهمه فانا بحلها حد سال فيها في كلاس 2 بي مثلا بقوم باعتها ل 2 ايه؟ طالما هي نوتس مهمه في مصلحه ايه؟ الناس كلها فبقوم باعتها للكلاس التاني عشان يستفيد منها برضه. لان ساعات بيبقى في طالب مثلا في 2 ايه يسالني سؤال ما حدش ساله في 2 بي فكله يستفيد من اسئله كله يعني. طيب ودي برضو من احد مميزات الاونلاين عامه ومميزات الجروبس والكلام ده الميديا يعني. بص يا جماعه لو جينا كويشن 3 كويشن 3 انا هكتبه في وسط السطر اهو. نمبر ايه؟ نمبر ايه دي يا جماعه لو قلت لكم او كويشن ايه هكتب ايه اهو نمبر 1. بص بقى المساله دي يا جماعه بتاخد صفحه لوحدها في الامتحان. ليه؟ 6 كيوبك روت 60 بلس كيوبك روت 54 ماينس 6 كيوبك روت 1 اوفر 4
ماشي. بص يا جماعه 6 كيوب روت 16 ماينس المساله دي يا جماعه زي ما قلنا ابتدي اعمل هنا. بصي شدي لي خط كده اهو في الامتحان اعمل كده برضه وقول درافت. بس لان فعلا الدرافت بتاعها طويل مش زي الدرافت بتاع ابتدائي بيتعمل في الجنب. فالدرافت دايما يا جماعه في اعدادي وثانوي نعمله تحت كده. طب هعمل لها ازاي بقى؟ هناخدهم واحده واحده. الاول كده مبدئيا يا جماعه نكتب 2 3 5 7 11 اللي هم الجماعه البرايم نكتبهم قدام. في طبعا 13 و17 بس انا بكتبهم قدامي ليه؟ عشان لو الكيوبيك روت يا جماعه او السكوير روت طلع تحت منه اي رقم غير دول، يعني مثلا لو سكوير روت 2 مفيش مشكله، كيوبيك روت مثلا 5 مفيش مشكله، لكن يطلع لي تحت الكيوبيك روت او السكوير روت اي نمبر غير البرايم نمبرز دول يبقى لازم نشتغل فيه. طب نشتغل فيه ازاي؟ بسيطه جدا. هم واخدين مثلا عايزين كيوبيك روت 16، نمسك ال 16 نعملها فاكتورايز. قلنا بقى احسن حاجه يا جماعه جرب على البرايم دول احسن، عشان في ناس بيبقى ناس التايم كده 16 جرب على 2. 16 ديفايد 2 هيدي لك ايه؟ طول ما هي نافعه على 2 خليك شغال على 2. 8 ديفايد 2 هيدي لك 4، 4 ديفايد 2 هيدينا 2، 2 ديفايد 2 هيدينا 1. ممكن واحد يعملها بال 3 بس ال 3 عايز واحد حافظ التايم تيبل. هناخد من كل 3 واحده، ناخد من الثلاثه دول واحده يبقى 2، ودي هتفضل تحت ايه يا جماعه؟ اللي الوحده دي هتفضل تحت الكيوب. يبقى كده احنا طلعنا الانسر بتاعتي. طب بالنسبه لل 6 اللي واقفه بره دي ايه ظروفها؟ ال 6 دي معموله تايمز ده يا جماعه، تايمز ده يعني 6 هتقوم عامله تايمز فيها فهتديني 12 كيلو كروت 2. ادي المساله الاولى خلصت. خش على المساله الثانيه كيلو كروت 54. انت جاي لي حاجه غير البرايم يبقى لازم نشتغل اهو 54. نبتدي نجرب على اول واحد ديفايد 2، مش كده بقول ابقى كاتب دول قدامي. ما نجربش على حاجه غير البرايم يا جماعه، يعني مش بمزاج تيجي تقوم مجرب لي على 4 و6 لا. مش واحد بقى حافظ ان 54 6 تايمز 9 يجرب لي على 6، لا ال 6 ده مش برايم. بنجرب على البرايم نمبر 6. 54 ديفايد 2 يدينا 27. 27 27 مش تنفع ديفايد 2. هتيجي تعملها هتدي لك جسم. خلاص خش على 3 جرب على 3. فيها 9. طالما انت جربت على 3 ما ترجعش تاني لل 2 بقى، خليك ماشي في 3. لحد ما ال 3 تفشل يبقى خش على ال 5. ال 5 فشل تخش على ال 7. طيب 27 ديفايد 3 فال 9، 9 ديفايد 3 فال 3، 3 ديفايد 3 فال 1. خد من كل 3 واحدة. حاضر حاضر. خد من 3 دول واحدة. ودي فضلت تحت الكيوبيكول، اللي بتفضل لوحدها دي بتفضل تحت الكيوبيكول. يبقى المسألة الثانية طلعت 3 كيوبيكول. بس أنا بصراحة هكتبها تاني جنب إيدي، هنقلها تاني. مش بس ما تبقاش المسائل واحدة نازلة وواحدة طالعة، يعني يبقوا جنب بعض على نفس الإيه؟ اللاين. خش على المسألة الأخيرة دي بقى هي اللي بتبقى مشكلة شوية. هنشتغل على كيوبيك روت 1 أوفر 4، مش مشكلة 6، أصل 6 معمولة تايمز. فال 6 هتقف تنتظر شوية في الويتنج على ما نخلص دي بس نشوفها تطلع إيه، لأن دي طبعًا مشكلة. خدها بقى دي حوار دي. كيوبيك روت 1 على 4. الأول يا جماعة بنوزع الروت عليهم الاثنين. يبقى كيوبيك روت 1 اوفر كيوبيك روت 4. طب ما هو كيوبيك روت 1 ب 1. كيوبيك روت ال 1 ب 1. كيوبيك روت 4 ملهاش. واحد يقول لك مش 2 يا مستر، لا ده كيوبيك روت، يعني انا عاوز ثلاث حاجات شكل بعض نعملهم تايمز بعض يديني 4. مفيش مفيش. طيب نبتدي نعمل ايه؟ طالما ظهر عندي كيوبيك روت 4 تحت، لو سكوير روت بنعمل تايمز مره واحده بس، لكن كيوبيك روت بنعمل مرتين، يعني نعمل كده ونرجع نعمل كمان مره. ليه؟ لان عشان الكيوبيك روت يتشال يا جماعه لازم الكيوبيك روت 4 تبقى مكرره ثلاث مرات. طيب ايه اللي هيحصل؟ اهو هتبقى ايكوال. اللي تحت دول يا جماعه مكرره ثلاث مرات هيتشال هتبقى فوق. كيوبيك روت 4 هيتشال. طب اللي فوق كيوبيك روت 4 تايمز كيوبيك روت 4 هيدينا كيوبيك روت 16. طب نسيبها على كده؟ لا، كيوبيك روت 16 انا لحظي لسه مطلعها اهي. كنت لسه مطلعها يعني. كانت طالعه بكام؟ مطلعها ب 2 كيوبيك روت 2، نعوض عنها. يبقى نقول كيوبيك روت 16 دي ب 2 كيوبيك روت 2 اوفر 4. بس.
ممكن انا ايه دي الفاينل انسر، وممكن انا اعمل دي برضو 2 ديفايدد 4 بالكالكوليتر، الكالكوليتر هتقول لي هاف اهو. بس انا ما فهمتهاش، ها؟ انا ما فهمتهاش، ممكن تعيدها تاني؟ ما ايه؟ ما فهمتهاش، ممكن حضرتك تعيدها تاني؟ من اولها خالص؟ اللي هي اللي هي طيب 1 over 4. كيوبيك روت 1 اوفر 4، انا وزعت الكيوبيك روت على ال 1 ووزعته على ال 4. تمام؟ انا حطيت على ده كيوبيك روت وعلى ده كيوبيك روت. كيوبيك روت 1 طلعتها ب 1. كيوبيك روت 4 ملهاش. فسبتها كيوبيك روت 4. انا ممنوع ان انا يبقى في عندي روت في الدينومينيتور. عايز اخلص منه. اه بس ده كيوبيك روت. يبقى هنعمل تايمز كيوبيك روت 4 اوفر كيوبيك روت 4 مرتين. طب ليه مرتين؟ عشان يظهر لي تحت كيوبيك روت 4 تايمز نفسها 3 مرات. لان كيوبيك روت يا جماعه لما بيتكرر 3 مرات بيتشال وناخد 4. طب بالنسبه للي فوق بنعمل كيوبيك روت 4 تايمز كيوبيك روت 4 هيديني كيوبيك روت 16. طب لقيت ان كيوبيك روت 16 ما تحتاج برايم نمبر، يعني ما تحتاج كيوبيك روت 2 ولا، فلازم نعمل لها فاكتورايز تاني. بس انا لقيتني عاملها ايه، انا كنت هاخدها تاني اعمل لها فاكتورايز واعمل الحوار ده، بس انا لقيتني عاملها اصلا فقمت كاتبها خلاص 2 كيوبيك روت 2 اوفر 4 بس. طب جينا دي ممكن اعملها على الكالكوليتر 2 اوفر 4 هتديني هاف واكتب الكيوبيك روت 2. يعني في الاخر يا جماعه البتاعه دي كده صفيت على 1 اوفر 2 كيوبيك روت 2. نعملها بقى تايمز 6، 6 تايمز هاف، سيبك من الكيوبيك روت 2 نزلها اهي ونعمل 6 تايمز هاف هيدينا 3 بس كده. الثلاث مسائل صفيوا على دول خلاص كلهم بقى كيوبيك روت 2. نحط كيوبيك روت 2 واحده ونعمل 12 بلس 3 15، 15 ماينس 3 12 بس. وخلصت على كده بس. انتوا هيبقى وظيفتكم بقى في البيت هتحلوا لي الاكزام اللي بعده، تذاكروا دول تاني، وفي مساله فاضله اللي هي بتاعت الكونجكت دي حليناها المره اللي فاتت زيها، يا ريت تحلوها تاني في الهوم ورك، وحاولوا تحلوا لي اكزام الاكزام اللي بعده اللي هو بتاع الثاني. تمام؟ واللي واقف نشوفه بكره ان شاء الله عشان بس اكملنا الحصه. كاير فري اكزام فري.